بس احكي من فلسطين من غزة، يا مرحب فيكي، يا مرحب فيكي في بلدك التاني. الوجع والألم نقلتيني نقلة نوعية. أتكلم عن الناس اللي طيبوا خطرنا لما إحنا كنا موجوعين، الناس اللي احتضنونا، اللي احتضنونا بقول وبفعل، الناس اللي استقبلونا بلين وقبول وبصدارة رحب أنا ما مرت عليا، الناس اللي مهما أحكي عنهم كلمات الشكر تقف عاجزة عن وصفهم، من مستشفيات، من دكاترة، من أطباء، من ممرضين، من ممرضات، من أطفال، من شيوخ، من كبار، من صغار، من الشعب المصري عموما كله. زي تعاملكم ما مر علي، زي ترحيبكم واستضافتكم إلنا بلين شوي تخففوا عنا حجم الألم وحجم الوجع وحجم العجز والقهر اللي كان موجود فينا. لما تطلع علي وتلاقيني بابتسامة طيبة، لما تطلع علي وتحكيني كلام حلو ينسيني، ومش حينسيني ها، أو خلينا نحكي يخليني أتناسى الوجع اللي أنا مريت فيه. أحكي لنا مواقف كده مريتي بيها يعني أدخلت البهجة ليكي. كتير. كنت أمشي بالشارع، أو مثلا أنا كنت مرافقة لأمي المريضة سهيلة أبو دقة، ومعانا كان 52 حالة، أغلبهم ستات كبار، المرافقين اللي معاهم كانوا أغلبهم صغار، فأنا كنت تقريبا اللي يعني الصبية اللي قادرة أقوم وأتحرك بالكبار وبالصغار، فكانوا دايما يا ألاء يا ألاء يا ألاء، فبواجبي إنه أنا أروح أشوف المرضى شو بدهم، الأطفال شو بدهم، فكنت أطلع وأروح وأنزل وآجي. فكنت كل ما أمشي بالشارع أو من طريقة كلامي عالسريع يحكوا لي أنت من فلسطين؟ والله فأحكي لهم آه من فلسطين من غزة، بس أحكي من فلسطين من غزة، يا مرحب فيكي، يا مرحب فيكي في بلدك التانية، يا أهلا وسهلا فيكي. الناس اللي كنت طالعة على الدرج قاعدة بالسكن، والله العظيم ما بضحك عليكي، فشفتني صبية فبتقول لي، خبطت على بابها بالصدفة، أوكي ما كنت يعني تخربطت بين الشق بين عماء بين السكن شقتي وشقتها، فإنه فتحت لي بقولها سوري سوري يا الله فكرت شقتي، فقالت لي أنت ألاء اللي أنت اللي من فلسطين، أنت اللي مع المرافقة مع المرضى؟ قلت لها آه. قالت لي والنبي لا تفوتي تاكلي حمام. قلت لها لا ما هو ما صح. قالت لي والنبي لا تتغدي عنا اليوم. في مثل بقول لقيني ولا تغديني، هي هيك تعاملت معي، هي لقيتك وغدتك، هي لقتني وغدتني وعملتني معاملة طيبة أنا ما شفت منها، وحكت لي أنا أختك هون موجودة هون، حزعل منك زعل شديد إذا بتعوزي شيء وما بترجعي لي، أنا أختك، أنا مش صديقتك ولا ساكنة بالعمارة، أنا أختك. بتقولي لي احكي عن الشعب المصري، أنا ما عنديش كلمات توصف الشعب المصري، ما عندي كلمات، الكلمات وقفت، والله ما عندي كلمات إنهم طيبوا خاطري بشكل كتير 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 قوي، نسوني شوي من الهم والألم والقهر والعجز اللي أنا شفته، تعاملوا معايا بمعاملة إنه ألا أنت بس أشري تطلبيش، أنت في كان مشرف دار الضيافة اللي هو إسماعيل لمستشفى الأرمان كان يحكي لي بكفيك اللي تعبتيه، إحنا جايبينك نريحك تتعبيش. شوف الكلام، شوف الكلمة الطيبة شو بتسوي، شوف الابتسامة، حكولنا الابتسامة في وجه أخيك صدقة، شوف الابتسامة شو كانت تسوي، شوفي كيف كانت تتأثر علينا وعلى نفسياتنا، بالعكس مش بس علي، على المرضى كلهم وجميعهم. المرضى لما هم كانوا يحسوا حالهم إنهم قاعدين في مكان الكل برحب فيهم، هم مبسوطين قاعدين ومبسوطين ومرتاحين، فهم علي؟ وخصوصا مرضى السرطان العلاج تبعهم النفسية، علاج مرضى السرطان النفسية، نفسيتك منيحة تتشافى، نفسيتك مو منيحة ما بتتشافى، فالمعاملة اللي عملوها لهدول المرضى عالجوهم نفسيا قبل ما يعالجوهم دوائيا وجسديا.